أعربت مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب المدير العام لليونسكو عن جزيل شكرها للمسؤولين في السعودية والإمارات والبحرين على إعلان تأييدهم لترشحها. وأوضحت خطاب أن هذا التأييد يعبر عن تنامي الثقة في فرص مصر لنيل المنصب رغم صعوبة المنافسة، ولا سيما في ضوء الالتفاف الإفريقي غير المسبوق وراء هذا الترشح. بدوره ذكر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن مرشحة مصر والقارة الإفريقية اختتمت زيارة ناجحة لباريس، حيث شاركت مع وزير الخارجية سامح شكري في لقاء مجمع ضم عددا من المندوبين الدائمين لمختلف المجموعات باليونسكو بهدف الترويج لحملتها.